أنا اسمي أم أحمد، جاية من سوريا من حمص، ساكنة هون بسنطرة الببسة. عندي 6 و7 أولاد، جيت أنا أولادي وجوزي أولاد عمي أخواتي، كلهم تهجروا من ضيعتنا، كلياتنا تهجرنا وإجينا، ما ضل حدا ببيوتنا هنيك، تركنا بيوتنا، عنا بيوت، عنا سيارات، عنا أراضي، إحنا كنا مكيفين يعني بسوريا، مبسوطين عايشين. وضعنا هون بلبنان، أنا كنت أخذ مساعدات من الأمم، بطاقة فيزياء، كنا نصرفها بنخرج على حالنا على بلد. هلا وقفونا، عطوني 5 أشخاص 13 دولار، يعني أنا ما عاد بيساعدوني، ما عاد بيجيبوا لي شيء. هلا بيتي بتفوتي على بيتي، ما عاد في عندي شيء ببيتي. هذا كله حالتنا تعبانة بنوب يعني. ما حد عمي أمن لنا أي شيء من هالشيء هذا خالص. لازم بيساعدون، بيبعثوا لهم مساعدات بيساعدون، لأن هون السوريين حالتهم بنوب تعبانة بلبنان. يعني ما عاد في مساعدات بلبنان، في عالم ذبح الجوع. يعني من كل الجهات، يعني لازم بريطانيا وكل الدول الأجانب لازم بيساعدونا، بيشوفونا حلّة.